لشهر رمضان بمحافظة طرطوس طابع مميز وفريد، فبتنتعش بهالمدينة الجميلة المحلات والأسواق يلي بتتزين لاستقبال الشهر الكريم، بالإضافة للأكلات الشهية وأصحاب المحلات يلي عم يحضروها بكل حب، ومنها المخبوزات والمعروك الرمضاني الجلاب، بالإضافة للحلويات الشرقية والعرقسوس وغيرها الكتير. وبيزداد المشهد روعة بزحمة الشوارع والناس وبالأخص على الكورنيش. وإذا بدنا نحكي عن روحانية شهر رمضان بطرطوس، فمنكون عم نحكي عن صوت الأذان بجامع السيدة خديجة والناس عم تأدي الصلوات وطقوس العبادة. الحمد لله رب العالمين، شهر مبارك على الجميع، وايام وليالي غير يعني على العباد كلياتها، والحمد لله اقبال خفيف قبل المغرب الساعة هيك بتكون العالم تيجي على المعروف وعلى الصمون، وهيك الطلبات بيجي قبل الفطور بشي ساعة. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير وبالصحة، رمضان كريم على الجميع. رمضان كريم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير يا رب. والله يعني الحركة الحمد لله ماشي الحال، قبل الفطور بشوي بضل في حركة أكثر من بالنهار يعني. أخف من رمضان الماضي، بس بشكل عام رمضان خير أي مت ما يجوا بأي سنة. وانت بألف خير يا رب. العالمين ممتازة، ولا في أحلى من شهر رمضان. تمام والله الحمد لله رب العالمين ممتاز الحمد لله. وانتم خير الحمد لله، وعليك عليك يا علم وعليك يا رب. رمضان كريم على الجميع، وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله شهر خير وبركة على الجميع. والحمد لله طرطوس من كل سنة منقول كل سنة بتكون أحلى من سنة، وهيك أجواء طرطوس عنا، وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير. والله أجواء العيد إن شاء الله أنه خير، ومتفائلين بالخير الشعب، متفائلين بكرة. ممتاز ممتاز معلم، ممتاز، وعشقة وعالم وحركة يعني. وأنتم بألف خير، وأنتم بألف خير يا رب. ألف خير يا رب، إن شاء الله ينعاد على سوريا كلياتها وعلى الجميع يا رب. الله ينعاد عليكم بالصحة والخير والسعادة والسلام.